السلام عليكم ورحمة الله، أنا هشام من قناة مختصر الزراعي الكرام. اليوم موضوعنا عن زراعة الفلفل، هذه الشجرة بدي أسميها، لأنه يا أخوان شجرة الفلفل سبحان الله بتطول كثير ومعمرة. عنده هون عدة أنواع من الفلفل مثل ما أنتم ملاحظين، هذا فلفل حار كله من أصناف الفلفل الحار، هذا الفلفل حار قصير، هذا الصنف الفلفل يا أخوة الكرام فلفل أسود، لونه أسود وحار جدا جدا جدا، يعني سيد بسميه جاحد جدا حار وحرارته لا تصدق سبحان الله. من أحد أصناف الفلفل هيك بتطلع حبته، وهذه حتى زهرته لونها مصبوغة باللون الأرجواني أو البنفسجي. وأصناف الفلفل كثير كثيرة جدا، بس هذا الصنف حبيت أفرجيكم إياه لأنه كثير بيجيني أسئلة عليه، بيسألوني عنه الناس لما بيجوا على المشتل وبتفاجئوا منه، ومحبوب كثير هو هذا الصنف. وأنا بفرجيكم هالفلفلات أجا في بالي إني أدعي وأقول الله يتلطف بإخواننا في لبنان، الله يتلطف بإخواننا في غزة، الله يتلطف بإخواننا في السودان، الله يتلطف في إخواننا في كل مكان. والله يعني الواحد سبحان الله يعني بتأذى نفسيا لما بسمع إنه إخوانه تضرر وكذا. الله يلطف بإخواننا في كل مكان وتحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. فوائد الفلفل الحار أنتوا بتعرفوها، بفتح الشرايين وفاتح للشهية، وفي فوائد في مضار أخرى نحاول يعني ما نكثر منه، نأكل منه بقدر، ولكنه جدا مفيد الفلفل الحار. والحلو في نبات الفلفل الحار إخوة الكرام إنه أصنافه كثيرة، وتزرع كجمالية شكلها جميل جدا، وأيضا تزرع كفوائد جميلة جدا نقدر نأكل منها. الفلفل الحار فقط بدنا أي بذور، سواء اشتريته من السوق أو سواء من حديقتك القديمة جيت لقيت شوية فلفل حار ولقطت هذه الثمار. مثل ما أنتم ملاحظين نبدأ نفتح الثمار، كل ثمار الفلفل الحار موجود في داخلها بذور، هذه البذور بعد ما الثمرة تصير بهذا اللون الأحمر وتبلش تجف زي هيك بتكون هذه البذور كلياتها جاهزة لزراعة نفس هذا الصنف من الفلفل الحار. ركزوا على أخذ البذور من الثمار سواء الفلفل الحار أو غيره من الخضروات، ركزوا علشان نزرع كل أنواع الخضروات من البذور. الآن يا أخوتي الكرام بكل بساطة منجيب أي تربة من تربة البلد، ما بهمك تربة الخليط لأنه الفلفل الحار جذوره قوية جدا، والبذور اللي أخذناها منبلش نوزع فيها بهذا الشكل في الجوار على الداير القصيص. الآن يا أخوتي الكرام نقوم بغرز البذور بهذا الشكل، كمية بسيطة في التربة يعني يا دوب تنزلها نص سنتي بس، ها شايفين قديش يا دوب إدخال بسيط في التربة عشان نتأكد إنه هذه البذور دخلت. الآن نبدأ بترطيبها بهذا الرشاش عشان ما نحرك مكان البذور، ضلك رطبها كل ما تحس إنه التربة نشفت. في الآخر راح تحصل أشتال موجودة عندك بهذا الشكل، وهذه أشتال الفلفل كلياتها طالعة طلعة يعني حتى مطلع حب بسرعة، هذه أشتال الفلفل كلياتها بتفرقها على أصص صغيرة في حال أنت كنت تزرع في أصص صغيرة. مثل ما أنتم ملاحظين إخوة الكرام هذه أشتال الفلفل نقوم بزراعتها ثلاث أو أربع أشتال مع بعض، ومن ثم بتعطيك هذا الأداء اللي هو أداء اللي هو كمية من الإثمار. شايفين يا أخوتي الكرام هذا النبات الجميل، هذا نبات الفلفل مثل ما حكيت لكم. طبعا الفلفل الحار والفلفل الحلو بيشتغلوا نفس الشغل، شوفوا كمية الإزهار الموجودة عليه والزهور اللي ممكن راح تطلع في الفترة القادمة إن شاء الله، شوفوا كيف عناقيد عناقيد. وهذه جمال نبات الفلفل بشكل عام، الحار والحلو بيتحمل وقوي. هذا صلوا تقريبا شهر شهر وعشرة أيام، شوفوا الإثمار ما شاء الله، هذه ثمار الفلفل هي بلشت تطلع. طب اطلعوا القصيص اللي مزروع فيه هذا النبات، اطلعوا جوار صغير طلعوا يعني مش يدوب شبر. تخيل انك انت بتنتج في بيتك فلفل حار وبتستهلكه، وفلفل حلو وبتستهلكه، وهذا الحكي انه ايش عندك ثمار تحت قاعد بتنتج، ومن فوق في عندك ازهار. تخيل وهيو لسه عقد جديد هون، شوفوا كيف هذا عقد جديد وأزهار جديدة. الحلو في هذا النبات يا أخوتي الكرام ديمومته واستمراره في النمو وفي الإنتاج، وبقعد معك ثلاث سنين عادي أربع سنين ويتم تقليمه، يعني نبات شبه دائم، تتقلم النبتة في الشتاء وبتتحمل الشتاء وبتطلع بالربيع بتطلع من جديد ورد، وطول السنة على مدار العام وهي تنتج معك. شايفين كيف يا أخوتي الكرام سبحان الله، يعني هالنبات أحلى إشي في الإنتاج. هذا يا دوب يعني هي نبتة تجربة قدام عينيكو قاعدة بتنتج فلفل بأقل التكاليف، اللهم صل على سيدنا محمد ما شاء الله وأمورها تمام تمام. فلذلك يا أخوتي الكرام أنصحكم جميعا الآن بزراعة الفلفل الحار والفلفل الحلو في أوعية في أصص في الأرض في أحواض، أي شيء متوفر عندك لا تبخل على نفسك في هذا الشيء المجاني الطبيعي من الله سبحانه وتعالى، والله حتى مبيدات ما بترتش، شوفوا كيف مش مستاهل يعني، وهي نبتة أصلا قوية بتتحمل الأمراض.
وزراعته جدا جدا سهلة وما بتكلفك أي شيء، وحتى يعني يعتبر زراعة مبتدئين. فازرعوا الفلفل واستفيدوا منه. هذا كان كل شيء للمقطع اليوم، أتمنى أنكم استمتعتم واستفدتم بهذا المقطع. أتمنى ما ننسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كان معكم أخوكم هشام من قناة مختصر الزراعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.